اهلا وسهلا بالناس الكل على اليوتيوبر التونسي. حلقه جديده كالعاده نواصلوا فيها مواكبه الاخبار المحليه للكره التونسيه وفيها بعد قليل. سبسكرايب يا غليم. تتجه الانظار يوم الاحد المقبل على قمه لقاءات الجوله الثانيه ذهاب من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. مباراة القمة بين الاتحاد المنستير والترجي. الاتحاد للتدارك الهزيمة ضد الصفاقسي والترجي لمواصلة البحث على اللقب الخامس على التوالي. سيكون وليد الجريدي حكم اللقاء اللي باش يدور على الساعة الثانية بعد الزوال بملعب مصطفى بن جنات بن منستير. فلمن ستكون الكلمة؟ وهل سيفلح الترجي في تدارك الهزيمة الأخيرة في نهائي الكأس؟ أم أن الاتحاد رأي آخر؟ كان معكم أشرف الشابي قناة اليوتيوبر التونسي. لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء في موعد قادم. سبسكرايب يا غليم.